الخوت ومرحبا بكم في فيديو جديد. موضوع اليوم ان شاء الله غادي نهضر على التعليم الاولي، الناس اللي بغات تسجل فيه غادي نوريكم الطريقه كيفاش تطبيقيا حصريا ان شاء الله تكون تطبيقيه. كنت هضرت لكم مره اخرى على التعليم الاولي عن طريق كيفاش تسجل فيه عن طريق جوج طرق، اللي هي اما عن طريق كونترات انابيك واما عن طريق جمعيه. اللي مازال ما شافش الفيديو غنخلي في صندوق الوصف الرابط ديالو، دخلوا تفرجوا فيه باش تعرفوا المعلومات كاملين قبل ما تدخلوا تسجلوا تطبيقيا. ودابا اليوم ان شاء الله غادي نمشيو عندهم نسجلوا تطبيقيا باش تعرفوا كلشي. الناس اللي بغات تسجل عن طريق انابيك واللي بغات تعرف شنو عن طريق تسجل عن طريق انابيك او جمعيه تمشي الفيديو اللي كنت هضرت عليه على هذه القضيه هذه وتفرج فيه وعاد تكمل معايا. وسمحوا لي بزاف الفيديو ديال اليوم جا على غفله بزاف، فلهذا غيكون فيه صداع، يكون مرون شويه، يكون مرون الهضره كذلك تكون مرونه ومزروبه كذلك لانني مزروبه بزاف. خصني نمشي لعندهم دابا الساعه راه جوج دابا وهما كيصدوا، اللي عارفه انا مع الثلاثه العشيه اللي كيصدوا مع الثلاثه العشيه، هادشي اللي عارفه خصني نلحقهم. بقى ساعه د المكان خصني نلحقهم باش نشوفوا كيفاش نتسجلوا. المهم اليوم في الصباح اتصل بيا واحد الصديقه ديالي وقال لي راه بداو كيتسجلوا في التعليم الاولي عن طريق انابيك، وراني مشيت وتسجلت. وثاني يعني الا بغيتي تمشي ديري شي فيديو ولا تشوفي تسجلي شي حاجه سيري عندهم. ولهذا قلت عندي واحد كونسيبت جديد اللي غنبقاو نديرو شي حوايج اللي هي تطبيقيا بلا ما نبقاو نهضرو عليها كفيديو، نبقاو نهضرو في الفراغ. قلت غنبقى نمشي ندير تطبيقي، نمشي لعند هذاك المقر اللي حنايا باغيين نسجلو فيه ونسولوهم عادي وناخذو منهم هما المعلومه. ولهذا اليوم الحلقه الاولى غتكون خاصه التعليم الاولي، وخا جات على غفله ما كنتش مهوله عليها مره، ما كنتش موجوده ليها ولكن فيها خير. المهم بالنسبه دابا انا كما نتوما عارفين مزروبه بزاف، باقا الساعه خليتها نجي ونشرح لكم داكشي مزيان خطوه بخطوه كيفاش ديروا تسجلوا عن طريق انابيك. المهم انا غادا خديت معايا هما الوثائق، خديت معايا السي في ديالي، انا اصلا مسجله في انابيك. الناس اللي بغات تسجل في التعليم الاولي راه ما تمشي لعندهم غيقولوا لك واحد السؤال اللي هو واش انت مسجله معنا في الموقع ديال انابيك. يعني الا كنتي مسجله راه في البلاصه غيسجلوك دغيا في التعليم الاولي، الا ما كنتيش مسجله في انابيك اما يقولوا لك سيري تتسجلي في موقع عاد اجي عندنا، واما يسجلوك هما وعاد تاخذ واحد شويه ديال الوقت. فلهذا بالاحسن كنصحكم الناس اللي بغات تسجل في التعليم الاولي او في اي تعمل اي كونترات انابيك مع شي شركه ولا شي حاجه، فتسجل اول حاجه في الموقع ديالهم وتمشي ثاني حاجه تدي معها الوثائق وجميع الشواهد اللي عندك كاملين تديهم لهم المقر ديالهم، وباش كيسجلوك فعليا باش اي شركه بغيتي تدفع لها او اي شي اي خدمه بغيتي تدفع ليها فكتغير كدير غير بوستول، يعني كتدخل عندك كتكون عندك واحد الابليكاسيون في التليفون او تدخل الموقع ديالهم اي مثلا اي خدمه بغيتي تدخل ليها وشفتيها مناسبه المؤهلات ديالك كتبرك غير عليك، كتقول لك عليها كدير لهم يعني ارسال يعني بغيتي انك تدفع لهاد الشركه هذه، وكتم منادات عليك. طبعا بحال هكا يكون عندهم جميع الوسائل اللي هما يتواصلوا معك بها، التليفون كلشي. المهم كتشوفوني كنهضر مزروبه حيت راه كما قلت لكم مزروبه خصني نلحقهم. كذلك حاجه اخرى انا عمشي الا كنت كندير نصور لكم هو هذاك، انتم عارفين التصوير ما بزاف الناس ما كيبغيوهش، لهذا نقدر نسجل لكم غير صوت تسمعوا الشرح على ودنيكم، انا نسولهم نتوما تسمعوا الشرح. ما قدرتش راه غادي ديك الساعات غادي نشرح لكم بالتفاصيل. المهم تبعوا معايا الفيديو تاع الاخر. كما كتشوفوا الخوت حنا دابا حنا وصلنا لانابيك، دابا ندخلوا لعندهم باش كيفاش نبدا نصور لكم. راه عندي راني مصور ما لقيتش راه عندي لكم الصوت، ما كانش تسات ما يخرج نقول لكم التفاصيل. صافي الخوت كملت التسجيل ديالي ودابا نمشي للدار ونشرح لكم داكشي كامل الاون اللي ما بقى ناقص. خليكم معايا، رجعنا معكم مره اخرى الخوت، نكملوا على الفيديو ديالنا اللي خاص عن التعليم الاولي. قبل ذلك كنعتذر منكم كاملين على سوء هذا الفيديو هذا خاصه من ناحيه الصوت لانه صداع داكشي. السبب هو حيت ملي كنبغي ندير لكم شي فيديو كنختار الوقت اللي يكون فيه الكالم باش نقدر ندير لكم فيديو يعني يكون هادئ. ثاني حاجه مازال ما عندناش الماتريال باش نبقاو غير الصوت ديالي فقط اللي يبان، شي حوايج اخرين نحيدوهم. نتمنى ان شاء الله مع الوقت يرزقنا الله ونديرو نشلو ماتريال ونقدم لكم احسن صوره واحسن صوت. نخليوها نكملوا على فين خليناها. من بعد ما دخلت لعندهم وكنستحسن ما قدرتش نصور لكم من الداخل، اول حاجه ما بقيت كندير، وثاني حاجه ما شفتش شي حاجه اللي مهمه ان نصورها، يعني فقط سجلت
او ما كانت بسيطه. المهم بعد ما دخلت عندهم قلت لهم كنت نتسجل في التعليم الاولي، قالوا لي اها مرحبا. خداو مني السي في ديالي، فقط حتى شوني خريت هذيك الوثائق كاملين، هذا الملف هو مازال شنو الملف اللي خديته، ديتهم طلبوا مني غير السي في، قالوا عطيني السي في ديالك، عطيتهم خداوه من عندي. ومن بعد داوني لوغديناتور الخاص بهم، خداوني فتحوا لي واحد الموقع ديال التعليم الاولي، قالوا لي سجلي المعلومات ديالك كامله وصافي، هنا تكون تسجلتي ان شاء الله من كساتي نكون خير مغوتو لك. هادشي اللي كاين الموقع، قدرت نصور غير هاد اللقطه، هو الموقع فاش كنت كنتسجل، فاش كنت كنحط المعلومات ديالي، صورت واحد اللقطه قلت باش نقال على الموقع وداكشي. هي هذيك الموقع غادي نهار عرفتو غادي نعطيه لكم، نخلي لكم في صندوق الوصف الرابط ديالو، تدخلوا تسجلوا فيه. الناس اللي بغات تسجل في التعليم الاولي عن طريق انابيك، غادي نعطيكم، تمشوا معايا دابا نكتشفوا كاملين الطريقه كيفاش دير تسجلت انا تما عندهم. ولكن الناس اللي بغات تسجل راسها بهذه الطريقه هذه، راه ضروري خصك تمشي لعندهم انابيك باش تعطيهم السي في ديالك. ملي تمشي لعندهم قول لهم انا سجلت راسي في الموقع الخاص بانابيك في التعليم الاولي، يعني خصني غير نعطي السي في ديالي وصافي. هو هذا يقولك صافي واخا حطي السي في ديالك وصافي سير. والناس اللي ما مسجلاش مره في انابيك، راه هضرت معكم في الاول قلت لكم كيفاش ديروا تسجلوا. المهم غادي نوريكم نكتشفوا الموقع، غادي نخليكم مع شيماء. السلام عليكم. اول حاجه هضر عليا هي كيفاش تقدموا لشي خدمه عجبتكم في انابيك. فاول حاجه بطبيعه تكونوا ديجا مسجلين في الموقع باش تقدروا ديروا هذه العمليه هذه. فبالنسبه للاشخاص اللي مسجلين، كتجيو كتدخلوا لهذا الموقع هذا ولا الابليكاسيون، ولا نقول لكم تدخلوا من جوجل اللي بغيتوا، كتجيو كديروا كونيكسيون. هاي هنايا كتدخل رقم البطاقه الوطنيه ديالك والكود اللي عطيوك، ومن بعد كدير فاليدي. فملي كدير فاليدي كطلع لك الصفحه هذه، كتختار الخدمه اللي بغيتي او الوظيفه اللي بغيتي. مثلا ندير هذه، كتجي كدير هنا كما كتشوف لتحت كاينه بوستولي، كتضغط عليها كدير بوستولي، وكتولي تضغط على بوستولي مره اخرى، وهنا كتكون تسجلتي في هذه الخدمه هذه. فدابا ندوزو نهضروا على طريقه التسجيل في التعليم الاولي. بالنسبه للتسجيل في التعليم الاولي، فطبيعه الحال كتدخل هذه الصفحه الرسميه ديال انابيك. فملي كيخرج يعني كونكور ديال التعليم الاولي، كما كتشوفوا هنا كتخرج واحد المستطيل مكتوبه اكاديميه التدريس، هي مكتوبه هنايا كتقد تبدل كل مره. فكتضغطوا على ملي تخرج لكم الصفحه اكاديميه التدريس بحال هكا، كتضغطوا عليها وكتخرج لكم هاد الصفحه هذه. وطبعا نخليكم الموقع في صندوق الوصف. فاول حاجه طبعا حنعمروا المعلومات هذه. اول حاجه كتطلع لك لا سيفيليتي، واش انت مدام مادموزيل ولا مسيو، كتعمرها. كدير اول حاجه الكنيه ديالك، ثاني حاجه البرينو، السميه ديالك، دات دو نيسونس كتختار هنايا النهار والشهر والعام اللي خلقتي فيه، لا سي ان هي رقم البطاقه الوطنيه ديالك، ادريس واحد كتكتب يعني العنوان ديالك، الا كان عندك جوج عناوين كدير العنوان الاول والعنوان الثاني. هنا رقم التليفون ديالك طبيعه الحال خصك ديرو صحيح باش الا كانوا يتصلوا بك يكون طبيعه الحال التليفون ديالك صحيح، وكذلك الايميل نفس الحاجه سيكون صحيح 100%. من بعد كتكون تختاروا المدينه اللي ساكنين فيها، وكذلك كتكون لاجونس انابيك دو راتاشمون، يعني انابيك اللي تسجلتوا فيها ولا لاجونس اللي تسجلتوا فيها، فكتكون اختيارات كاملين. من بعد كيجي الفورماسيون، فكتختار اول حاجه الدبلوم اللي عندك او لا الاجازه ولا شنو ما كان عندك كتختاروا. من بعد الفيليال اللي دايره داك الدبلوم اللي شديتي، ومن بعد المدرسه او لا الجامعه ديالك شنو سميتها. ندوز دابا الاكسبيريونس. فطبيعه الحال كدير الاكسبيريونس اللي عندك، كدير لا ديوري يعني شحال من عام ولا شحال من شهر خدمتي فيها، وكذلك البلاصه اللي خدمتي فيها او لا الاسم ديال الوظيفه اللي خدمتي فيه. واخر حاجه اللي هو ديسپونيبيليتي اي موبيليتي. بالنسبه للديسپونيبيليتي يعني واش الا عيطوا لك خدمه يعني تقدر تمشي ديك الساعات او لا من بعد ولا من شهرين. فطبيعه كما كتشوف داك الاختيارات، كتكون اختيارات هنا شهر شهرين ثلاث شهور ولا ايمديات يعني ديك الساعات. وهنايا موبيليتي واش زعما تقدر تخدم يعني غير في المغرب ولا برا المغرب ولا في العاف الجهه ديالك ولا بلاصه اخرى. فملي كتعمر هاد المعلومات كامله كدير اونغيستري وكتكون هنايا تسجلتي. وهادشي اللي كاين، كنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد الفيديو هذا. اللي عندي سؤال راح يكون في التعليقات اولا في الخاص كما كتشوفوا هنا دائما كاين الانستغرام ديالنا. وما تنساوش انك دير لنا واحد لايك، كذلك اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس باش يصلكم اي جديد، وما تنساوش تشاركوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، وكذلك ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه ديالنا الاحتياطيه. وهادشي اللي كاين، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.